تزامناً مع استعداده لإطفاء شمعاته المئة منذ التأسيس، تعيش الدولة الترجية كما يحلو لعشاق الأحمر والأصفر تسمية ناديهم المفضل الأفراح بعد تتويج الفريق بأمجد كؤوس القارة السمراء تشامبيونز ليج، مرصعاً شعاره بنجمة إفريقية ثالثة تنير موسم الاحتفال بمئوية شيخ الأندية التونسية الذي ولد فكرة في منطقة بمسويق الحلفوين معقل الترجيين داخل أسوار المدينة العتيقة للعاصمة التونسية على يد ثلة من الشبان التونسيين يتقدمهم محمد الزواوي والهادي القلال داخل مقهى يحمل اسم الترجي، كان شاهدا على تأسيس شيخ النوادي التونسية والأكثرها تتويجاً بالألقاب في مختلف الألعاب لينجح النادي قبل أيام من إغلاقه لقرن من الزمن في إدراك العالمية للمرة الثانية بعد اليابان 2011. سيكون الموعد في الإمارات 2018 للجماهير الترجية لمواصلة احتفالها باللقب الإفريقي الغالي. لقب غالي جدا على مستوى الشخصي بالنسبة لي أنا، ويكون تتويج بالنسبة لأصغر مدرب هذه حاجة مش تقدمة في التاريخ بالنسبة لي، عنده طعم خاص يعني أنا ابن النادي والنادي اللي ترعرعت فيه وكبرت فيه، وخاصة في سنة المئوية اللي الجماهير الكل كانت معلقة أمال كبيرة على اللقب هذا، لأنه أحسن لقب بنجم يزين البوديوم اللي باش يتحط معناها إن شاء الله في المئوية. التتويج هذا جاء في عام خاص للترجي، عام استثنائي وتتويج استثنائي على كل النواحي، يعني أداء ونتيجة وإثارة. حق هذه التزوز رابطة الأبطال، رابطة الأبطال هذه عندها طعم خاص، ونتصور اللي باش تقعد في أذهان اللاعبين الكل وأذهان المكاشخين الكل. الجيل هذا ممكن ما كانش حتى واحد يتصور أنه ترجي باش يكون في البوديوم آخر المحطة. الحمد لله يظهر لي كذبنا كل التوقعات، عدنا مجموعة باهية، عدنا مجموعة مركزة على يعني متوحدين برشا وقراب من بعضنا برشا. مبروك علينا هاد الشامبيونز ليغ اللي كيما نقولوا في 2012 انا كي جيت هنا ركتش راحت لنا باسمه، مي الحمد لله عاوننا عليها وكيما نقولوا كنا يد واحده، وكل ستاف تكنيك لي جوار الجمهور لي بريزيدون اداره الحمد لله كنا يد واحده وربي وفقنا وفزنا بها. السنه معناها الناس الكل كنا حاطين اليد في اليد مع المئويه، حبينا نفرحوا جمهورنا والرئيس نتاعنا اللي تابع علينا معنا برشا، حبينا نعملوا عام باهي. المنهرج الحاسم في الطريق المؤدية للقب الإفريقي الغالي، بدأه الترجي بإزاحة منافس عنيد هو النجم الساحلي في الدور ربع النهائي بالفوز عليه في رادس وسوسة. والريمونتادا المثيرة في إياب نصف النهائي ضد بريميرو في رادس. الافراد ينجم يربحك في ماتش، يربحك في ماتشات، يربحك في خمسه ماتشات ماكسيموم، لكن نجم يشز لقب اذا كان ما عندكش معناها مجموعه متلاحمه، مجموعه متجانسه، مجموعه تعرف تعيش مع بعضها. هو ديتاي صغير لكن مهم برشا في عالم كره القدم، لان معناها لحمه كبيره بيناتنا احنا كجواريت كستاف تكنيك، ما عرف يتعامل مع المجموعه الكل، عرف معناها في برشا في عديد المراحل في الشامبيونز ليغ هذايا كانوا برشا صاروا لنا برشا غيابات، لكن اللي يهبط واللي يدخل باش يعاون يعطي ما عنده اكثر. ليدرك الترجي نهائي الشامبيونز ليغ للمره السابعه في تاريخه مطاردا لقبه الثالث في مواجهه الاهلي الذي حرمه من لقب 2012 وتفوق عليه في المواجهات المباشره في السنوات الاخيره.
على عكس رحلته الأخيرة إلى مصر، خرج الترجي من موقعة الذهب في برج العرب بهزيمة قاسية بثلاثة أهداف لواحد نتيجة عدد من الأخطاء التحكيمية، خاصة في ركلتي جزاء الأهلي التي أكد الفار وخبراء التحكيم عدم شرعيتهما، مع غيابين مؤثرين لكل منكم والذوادي بداع الإنذار الثاني. لتزيد تداعيات مباراة الذهب من ثقل التحضير لمباراة التدارك الصعب في راديس بعد أيام قليلة، من أجل لملمة الجراح والتركيز فقط على المستطيل الأخضر بعيدا عن حالة الغليان في الشارع التونسي، مع دعم منقطع النظير للجماهير الحمراء والصفراء طيلة الأسبوع في التدريبات. مباراة الذهاب ما كانش سهلة ذهنيا، لأنه صراحة تعرضنا للمظلمة وتعرضنا أكثر من هذا إلى استفزازات، وتعرف أنه الوقت اللي بش يصير فيه مباراة العودة في أسبوع، معناها الوقت اللي بش ترجع فيه من مصر وفي معناها نهار راحة. ولكن نتذكر أول كلام حكيته مع الأولاد وقت اللي رجعنا لأول حصة تمرينية استعدادا لمباراة العودة، حكيت لهم على اثنين من النقاط. النقطة الأولى أنه أي لاعب باش ينزل الميدان متحمس أكثر من لازم وباش يهز العبء متاع جمهور اللي كان معناها فما توتر كبير، يهز يده ويقول أنا ما نجمش، معناها ما نجمش نتحكم في أعصابي، ويقول له ارتاح. ثم النقطة الثانية أنه أي لاعب يتعدى في مخيلته اللي ما ناش نفوزه بكاس إفريقيا هذه، وأن تسجيل هدفين مش يكون صعيب، كيف كيف يهز يده ويقول أنا ما نجمش. دونك خلينا الأولاد موتيفي متحمسين، خليناهم يشعروا أنه ما فما حتى لحظة يزمك تخمم فيها اللي أنت ماكش تهز الكوبا ذي. التحضير كان مسهل، ركزنا أكثر على التحضير النفسي، ننساو مباراة الذهاب، عندنا مباراة في تونس اللي لازم نفوزوا بها على الأقل 2-0. ركزنا على الميدان خاطر كنا عارفين اللي كان مش نفوزوا باللقب هذا لازم نفوزوا به على الميدان ومش حاجة أخرى، والحق معنا الأولاد الكل كانوا حاضرين كما يلزم، وهذا هو اللي صار. والله أسبوع كامل معناتها حتى الرئيس بريسك تجند معنا، معناتها أسبوع كامل هو يعود لنا فرد ديسكور، معناتها أنه احنا نركزوا كان على الماتش، انه ما ننسقوش معناتها ورا الاحداث اللي صارت ولا ورا الاحداث اللي باش تصير، علينا احنا بالتيران الاداره عليها بالباقي. انا من اللي رجعت ما جانيش النوم بهذيك خساره، وكاع ما رقدتش، قعدت نحوس غير متى يجي الروتور منه. 9 نوفمبر 2018 كان يوما استثنائيا في العاصمه التونسيه، كيف لا وهو يوم حسم التاج الافريقي، فشوارع العاصمة تحولت إلى ممرات عبور حمراء وصفراء باتجاه ملعب راديس. جماهير جاءت قبل ساعات من موعد المباراة بأعداد غفيرة، شعارها أن المستحيل لن يكون ترجيا الليلة، واضعة نصب عينيها اللقب الإفريقي. Et voilà, ça, en tant que joueur, c'était exceptionnel de voir toute la Tunisie mobilisée comme ça. Tous les supporters, que ce soit les supporters de l'Espérance, du club, tout le monde était derrière nous. Et voilà, quand on a vu à l'entrée du stade le nombre de personnes, de supporters qu'il y avait, voilà, on savait qu'il fallait gagner absolument, et Hamdoul, c'est ce qu'on a fait. La première fois que je découvre de quoi sont capables les supporters de l'Espérance de Tunis, et je pense qu'ils ont été à 50% de cette victoire. Et je passe par là pour les remercier pour tous les efforts. Certes que ça a été très difficile pour moi de le vivre dans les tribunes. رسالة جماهير الدم والذهب وصلت للاعبين بشكل إيجابي، وحتى الدخول المتأخر في موقعة النهائي الحاسم لرفاق خليل شمام لم يثني الجماهير الترجية عن القيام بدورها وإعادة الفريق لسكة التتويج باللقب الغالي. جريرو هي خميسي خطيرة، والكرة سعد بكير
التوقيت هو اللي خلانا باش ندخلوا في الشوط الثاني اكثر راحية. لكن باش نحكي لك على الهدف كي ريت ياسين تعدى في ظهري بحكم الخنيسي معناه نتفاهم انا وياها برشا نعرفوا معناه وين يطلب نعرفوا وين باش يحط الكره من غير معناه ما نغزله نعرفوا وين يطلب. نحب نقول له معناه ياسين يعطيك الصحة وبرافو. معناتها ميطالو اللي يمكن ما كانش باهي مي في الأخر شفته معناتها باس مادة سعد اللي تمكننا من تسجيل الهدف الأول اللي يدور لي حللنا برشا جوانح باش فزنا بالإخار. فكورة بدري حد الكورة هاهيا الترجي بكير يرحم والديك يا بكير شفت الكرة مشت لسامح شفت ياسين قص بريمير بوتو والسباس اللي خلاه ياسين معناه خدم خدمة كبيرة ياسين في هدف الأول هدف الثاني خلاه السباس اللي في ظهر سعد سمير بشيت السباس الفارغ هذاك معناه هو السنتراج كما قلت السنتراج بتاع سامح هو اللي 95% من الهدف معناه كان سامح الدربي والحمد لله وكا اعطيه بدري اضرب يا بدري d'Achour, je sens qu'elle est un peu courte, donc j'anticipe vite. Et Hamdoul, j'étais plus déterminé que le défenseur. Voilà, j'ai intercepté, je suis allé au but. Ensuite, il y a Miskin qui dédouble. Je vais faire la passe. Après, je me dis qu'Achour va intercepter. Donc voilà, je décide de dribbler, de frapper. Et Hamdoul, le ballon est rentré. 3-0. Salam alaikum. بعيد على الكومبيتيسيون تقعد برشا ما تلعبش لي سونساسيون مع الكوره مع التيران مع نفهمها اما يلزمنا نربحوا الوقت في ساعه كان تبدا كونترولي صاي دخلنا في الدويل غادي كوفرتور اسوري ما يلزمناش تفوت الزون هذيك تمشي اعمل هو كونترول ونحن نقعد الوقت وقعد يهز على اليمين يجيب على اليسار تراس ليزاتاكون يقعدوا راجعين. رغم أخذه القطار وهو يسير في المباريات الثلاثة الأخيرة والحاسمة من تشامبيونز ليج هذا الموسم كسب الشعباني الرهان الصعب وتوج باللقب الغالي كأصغر مدرب القارة ولعل دموعه بعد المباراة تختزل العديد من الأشياء. تعرف اللي تعدينا به أول حاجة مش سهل لأنه كان ضغط كبير مسلط على الترجي ثم حقيقة فما حاجة ما نجمتش ان تجيت على بالي معناها في اللحظة هذيك تفكرت والدي وخاصة أمي الله يرحمها أم مزوز منيت لو كانوا حاضرين معايا في نهار كيما هكا خاطر الوالدة الله يرحمها ما كانتش تعرف لي أنا باش نكون مدرب كانت تعرف لي أنا كنت لاعب كانت ديما تشجعني وكانت ديما تجيبني الحديقة لهنا خاطر أنا الوالد نتاعي توفى وأنا صغير في عمر 12 سنة هي اللي كانت الأب والأم وكنت نتمنى تكون حاضرة في لحظة كما هذه. حماية الأخشاب الحمراء والصفراء تداول عليها خلال البطولة الحارسان معز بن شريفية ورامي جريدي بشكل مثير فبن شريفية خاض دور المجموعات قبل أن يأخذ مكانه الجريدي بعد الخسارة في الجولة الخامسة من الأهلي حتى المباراة النهائية في تنافس خرج منه الفريق المستفيد الأكبر. صدقني كان مشكل كبير بالنسبه لي انا خاصه بالنسبه لي انا كمدرب حارس خاطر تعرف ديما الحارس مرتبط بالمدرب نتاعو اساسا. اليوم الترجي في مرحله مش مهم شكون يلعب المفيد معناها الفريق يقدم يعني النادي يتوج والحمد لله معناها وريت اليوم عكس ما كان يتقال في فتره سابقه انه
عقليتي أكبر برشا من أنه واحد يكون سلبي في المجموعة خاطر ما لعبش. بالعكس اليوم اللي باش يلعب بإذن الناس كلهم يكونوا وراه. أي جوار في الدنيا هذه كيما يغرس على روحه كيما يلعبش وما يتغشش عموما يكون جوار. أي واحد لازم داخلاني يقعد ديما معناتها يتغشش ويحس مي قدام أصحابه قدام الكونكيرون تاعو ديريكت لازم ديما معناتها فرحان للجروب خاطر الجروب هو باش ينزل الناس الكل. كان باش نفرحوا باش نفرحوا الناس الكل كان لا قدر الله باش نخسروا الناس الكل باش تخسر. كان القرار صعب باش ترجع معز بن شريفين خاطر راه مجريدي جاب حارس الترجي جاب حارس على اساس باش يعاونوا في الشامبيونز ليغ ومعز بن شريفين اللي انت ترجعوا في فتره صعيبه برشا. قال لي باش تلعب فينال انا مخمم بالساق قدام الساق تالي قلت له مازلت مانيش حاضر حتى شيء قدامي اوبجيكتيف مش اول فينال يمكن معناتها اسهل فينال جا في مخي صدقني والله سيريزمون معناتها اسهل فينال جا في مخي خاطر مخممش برشا خمس برشا داخل التيران سميت بسم الله قلت له شنو مش تصير زعما باش تكون معناتها حياتي باش توقف سنة بالعكس معناتها بالمقابلة هذه قلت ربي معناتها واحد باش ياكل اليوم معناتها قاعد يخدم على روحه قاعد الفورمة هذه معناتها قاعد تحسن من مقابلة لمقابلة. الأدوار المتقدمة من المسابقة شهدت بروزا لافتا للاعب شاب منح التوازن للفريق على الجهة اليسرى دفاعا وهجوما هو أيمن بن محمد القادم من إيرلندا والملقب في الفريق بالإيرلندي. أنا تونسي نلعب مع ليكيب ناسيونال نتاع تونس وفيال باش نلعب مع ليكيب ناسيونال نتاع تونس اما هما يشوفوني معناتها حتى الشكل نتاعي نظهر ايرلندي اكثر نتصور هذاك علاش انا ابيض وكل شيء تصور هذاك علاش معناتها يعيطوا لي الايرلندي وكل شيء كان يحبوا يعيطوا لي الايرلندي التونسي اللي يحبوا عليه ما يقلقنيش الحمد لله كي واحد تجي الفرصه يحب يستغلها للماكسيموم حب يعاون ليكيب للماكسيموم الحمد لله كي وجاتني معناتها الفرصة جاتني في وقت باهي كنا نلعب في تشامبيونز ليغ معناتها برشا ناس يتفرجوا والحمد لله معناتها واحد معناتها خدم قبل باش ينجم يكون حاضر كي تجي الماتشات هذوما والحمد لله لقيت روحي وعاونت ليكيب والحمد لله رابيل جوار جوار كل يوم باشا فلوس باشا فلوس جوار جوار 50 مليون صالح 50 مليون وسط ميدان الأحمر والأصفر في تواجد الثنائي المرعب كوم وكوليبالي شكل نقطة قوة الفريق مع تكامل اللاعبين في الأدوار الدفاعية والهجومية للاعبين تحول من منافسين في البداية إلى توأمين. Moi c'est comme c'est moi. Voilà, on sait que dans une équipe voilà, il y a la concurrence, il y a tout, mais moi et lui on prend les choses comme on s'est dit que voilà, nous on travaille après le choix c'est pas à nous, le choix c'est au coach. Et voilà quoi, nous sommes de bons amis donc on continue de l'être quoi. Voilà, il y a pas de moi personnellement, moi et lui, il y a pas de concurrence entre nous. Comme je l'ai toujours dit, jamais j'ai rencontré un frère de notre pays comme Koli. Qui a déjà facilité mon intégration et vraiment c'est comme vous le savez c'est Koli c'est franc comme c'est Koli et je prie le bon Dieu que ensemble on puisse aller au-delà de ce que nous recherchons que le bon Dieu nous aide. بأهدافه الحاسمة وعطائه الغزير استحق أنيس البدري بامتياز لقب هداف البطولة بثمانية أهداف منتزعا اللقب من زميله ياسين الخنيسي هداف النسخة السابقة الذي عوض صيامه التهديفي هذا الموسم بعطاء غزير وتمريرات حاسمة لرفاقه. الموسم فرط كما حكيت أنت معناتها كنت هداف بطولة أما معناتها لقب ما عملنا به حتى شيء معناتها ما وصلناش بيه البعيد خرجنا من ربع نهائي من وقتها معناتها خممت انه مش مشكل شكون يماركي ولا شكون يمد باس معناتها المفيد معناتها نخدم المصلحه واحده اللي هي مصلحه الترجي الرياضي التونسي en tant qu'attaquant voilà il faut être décisif et alhamdoulillah je suis décisif dans les bons matchs et voilà l'essentiel c'est que on allait au bout de cette compétition et voilà on a atteint nos objectifs de gagner ce beau trophée qui nous amène à la Coupe du monde des clubs.
بتتويجه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية بعد 2011، بات خليل شمام أكثر لاعب الترجي تتويجاً بالألقاب المحلية والدولية، فالكابتان كان حضوره فاعلاً هذا الموسم في مركز جديد هو قلب الدفاع. واحد شرف لي باش يلبس ماريو الترجي ومتنجم تهز الكم من الألقاب هذه، كان ما تلعب في جمعية كبيرة اسمها ترجي التونسي. من الصغرى أما تقاليد تلعب على الألقاب، وهذا يتصور سر نجاح الترجي تو اللي تخليه بعيد على الأندية التونسية كل. صدقني أنا واحد فخور برشا اللي يلعب في الترجي من صغر سني، كان يحلم باش يلعب في الفريق هذا، كنت نحلم باش ننزل ألقاب هذوما. فرحة التتويج لم تدم طويلا داخل أسوار القلعة الحمراء والصفراء، لينجح الفريق في تدارك فريق النقاط وافتكاك صدارة الدوري بنسق جنوني من المباريات بلغت الست في 18 يوما بالتوازي مع التحضير لكأس العالم، ما تطلب عملا كبيرا من الطاقم الطبي للعناية بالجانب الصحي وتأهيل اللاعبين خاصة منهم المصابين لبلوغ المونديال في أفضل الحالات، مع الاستعانة أحيانا بخبرة الدكتور ياسين الخنيسي. لا جاني كم ترى؟ أنا عندي الركبة الخميس. الفيفا من قبل ما لعبوا دور نهائي اتصلوا بنا احنا وبالاهلي باش يربحوا الوقت، وهذا عادي، طلبوا منا عديد الكشوفات معناتها التسبق الكاس العالم هذه، طلبوا منا عديد الكشوفات وطلبوا منا باش نعطيوهم بطبيعة حتى الاماكن نتاع التدريب نتاعنا والاماكن نتاع المقابلات باش نلعبوهم في تونس مقابلات البطوله، على خاطر في اي وقت انت تعرف في اي وقت ينجموا يجيو يعملوا لنا مراقبه تعاتي للمنشطات، باش نحاولوا مع كالعاده مع الاطار الفني للنسق نتاع التمارين يكون فيه برشا استشفاء، وان شاء الله يواتينا الحظ وما تصيرناش اصابات ونمشيو بالعدد الكافي نتاعنا. بالتنسيق مع الجهاز الفني انطلق طاقم اللياقة في تجهيز اللاعبين لموعد 15 ديسمبر من خلال تحضيرات خاصة للحدث العالمي بتجهيزات وتقنيات تضاهي ما يتوفر في الأندية العالمية. بدينا بعد الفوز بربط الأبطال الإفريقية نحضروا في أول مباراة 15 ديسمبر. الحمد لله إن شاء الله اللاعبين الكل يكونوا حاضرين بدنيا إن شاء الله. والله بالنسبة للترجي التونسي أو الجمعية في تونس اللي هي استعملت جي بي إس، الحمد لله جي بي إس شوف المسافة المقطوعة يوم المباراة وأثناء التمارين، هذا ما يمنع أني بعد حصة تدريبية يكون عندي إحصائيات نمدها للمدرب. الإحصائيات هذه تكون العمل الخاص لليوم المباراة، ويكون زاد عمل خاص للتمارين. Je pense que bientôt on va se marier, hein, parce que on ne fait que porter des costumes. Donc c'est bien de remporter la Ligue des Champions comme ça. On prend toujours des costumes. ويبقى الهدف من ثاني مشاركة مونديالية في تاريخ شيخ الأندية التونسية، وهو يستعد للاحتفال بالمئوية وإدراك مربع الأربعة الكبار عالميا بعد المرور بجانب الحدث في اليابان قبل 7 سنوات. إن شاء الله المرة هذه نستوعب الدرس كما يلزم، أخذينا خبرة بها معنا من المشاركة الأولى، إن شاء الله المرة هذه حاطين في بالنا اللي باش نمشيو بعيد واللي باش
كاس العالم هذه نخلو فيها اقل حاجه معنا نخليو الناس تحكي على ترجي انه قدم كاس عالم ممتازه ما ناقصنا حد شيء باش نمشيو للنصف النهائي وعلاش لا للنهائي اول حاجه هذا شرف كبير للترجي باش تمثل افريقيا شرف كبير لنا احنا كإطار فني شاب كلاعبين باش نشرفوا تونس mes coéquipiers moi nous sommes très conscients des enjeux et c'est important que nous puissions écrire notre page dans l'histoire du club دروك المونديال كيما نقولوا راه قرب ان شاء الله بريمي ما شاء الله نحوسوا باش نفوزوا به باش نروحوا بعيد في هذه كوب دي موند المهم باش نكونوا مع الاوائل ان شاء الله في العالم لما لا عندنا ايكيب مليحه وعندنا مدرب باهي وعندنا جمهورنا ثاني مساندنا حنا نمشوا بكل قوه ان شاء الله باش نديروا نتيجه ايجابيه ان شاء الله بفضل ربي ان شاء الله ماشي لكاس العالم هذه باش نعديو كومبيتيسيون باهيه وعلاش لا معناتها نحاولوا نوصلوا للديمي فينال وعلاش لا فينال ان شاء الله شو كونتون جو فوت quand je vois ce qui m'arrive de jouer ce genre de compétition. Donc voilà, Inch'Allah, qu'on fait bonne figure en Coupe du Monde des clubs. Et voilà, qu'on aille le plus loin possible et qu'on représente au mieux la Tunisie.